لا بطولة في قتل الناس. المهم هو الانتصار بأي طريقة كانت. قتل الأبرياء العزل عمل وضيع لا يقوم به إلا خسيس. الخسيس هو من يتكلم بما لا يليق بحاله. ألم تكفك الهزيمة؟ بالخيانة. الهزيمة سمعتك. ألم تكفك؟ أصدقت أنك انتصرت بشجاعتك؟ لولا الخيانة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لما خن يا تومان، لما خن. تحالفت مع من سيحمي الإسلام. هكذا تدار الحرب، هكذا تدار الحرب. عاش السلطان سليم، 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 عاش السلطان سليم. أسمعت؟ انضم للمنتصر. لي أنا السلطان سليم ابن عثمان، وسأجعلك تحكم مصر باسمي. ما رأيك؟ من أنت لتنصب نفسك سلطانا وتختار حاكما على مصر؟ أنت لا تملك. مبلغ علمي أنك لا تملك أيضا. ما أنت إلا محتل، وهكذا سيكون اسمك دائما. وما أنت إلا مهزوم، وسيكون اسمك هكذا دائما. سنرى. تومان باي الأمير المهزوم، فليسجل التاريخ. التاريخ سيسجل أنك وضعت السم لأبيك وقتلت إخوتك. فليسجل. سيطوفون بك في الشوارع وسيرمونك في سجن المقشرة حتى تعود إلى رشدك. يبدو أنك لازلت يافعاً. اسمع يا ابن عثمان، لا اليوم ولا غدا لن أبايع لك، لن أعطيك كلمتي. الكلمة أمانة والأمانة لها أهلها. آجلاً أو عاجلاً سترحل أنت ونسلك عن مصر. يا أهل مصر، لا تخافوا منهم، قاوموهم، مقاومتكم انتصار. آجلاً أو عاجلاً سيرحلون عن مصر. خسيس يحاضر بالشجاعة. يونس آغا، أمر مولاي. لقد مللت من هذا الشيء، أعدموه بعد يومين. إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامله. خذوه.